شكرا للزميل العزيز كابتن هيثم السعيد، شكرا لضيفيه محللينا الكريمين كابتن احمد زكريا كابتن ممدوح اسماعيل. اذا الوصول لل سيمي فاينل او نصف النهائي الاول من بطوله كاس مصر في نسخه هذا الموسم، موسم 2020-2021. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، عشاق ومحبي الكره الطائره المصريه، نجدد التحيه. لقاء يتجدد معكم في اولى مباريات وقمه مباريات الدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر للكره الطائره الرجال موسم 2020-2021، والبحث جاري من كبير الكره الطائره المصريه وكبير الكره الطائره الافريقيه والعربيه واحد كبراء الكره الطائره العالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه، النسر الاحمر النادي الاهلي، اللي النهارده في ظهور امام زعيم الثغر سيد البلد الاتحاد السكندري في قمه جماهيريه، وننتظر كره طايره من اللي هي على ارض الملعب في هذه المباراه. والبحث جاري من النادي الاهلي عن اللقب الرابع تواليا زي ما عملها في الدوري، واللقب رقم 22 في المسيره الاحترافيه مع الكره الطائره المصريه ومنافسات كاس مصر ما بعد ختام هذا الموسم. وباذن الله في الغد نكون موجودين في المباراه النهائيه، نخلص النهارده نلتهم وما نرحمش وكالعاده بالنسبه لنجوم النادي الاهلي، والانتظار بقى لما هو قادم او لمن هو قادم فيما بين طرفي نصف النهائي الثاني، الاتحاد السكندري النهارده والاهلي نصف النهائي الاول، وطلائع الجيش ونادي الزمالك نصف النهائي الثاني ما بعد هذه المباراه، مش قبل الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، او فولو باي يعني زي ما دي تخلص زي ما تبتدي بعدها المباراه الثانيه على نفس الصاله هنا في صاله طبعا هي قناه السويس بالاسماعيليه. هنشوف الفكر والشغل التكتيك المعمول به على ارض الملعب فيما بين الكابتن ميدو محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، وعلى جانب الاخر الكابتن احمد سمير احمد المدير الفني للاتحاد السكندري، في ظل انه السنه دي في مواجهتين جمع الفريقين في الدوري في ريجولار سيزون في مرحله التتويج، وكان فيها الفوز للنادي الاهلي 3-0 رايح جاي هناك في الشاطبي وفي القاهره في مباراتي الدور الاول والثاني، ومن ثم يبحث عن الثلاثيه بالثلاثه وبالثلاثه بالثلاث اشواط نظيفه وبالثلاثه في هذا الموسم للمباراه الثالثه زي ما عملها في مواجهه كان طبعا نادي الطيران، ايضا في مرحله التتويج تفوق 3-0 رايح جاي وفي الكاس، وايضا على نادي ترسانه 3-0 رايح جاي في الدوري وفي الكاس. بدايه المباراه واول نقاط الدوران مع الاتحاد السكندري، فرصه ومحاوله لضرب الكتري لكن مومو محمد معوض، كرة تترفع اوت اوف سيستم لكن يحاول يسقطها، تتلم من دفاع الاتحاد السكندري، وهنا امامنا الضرب باللاين وتحدي الشبكه، عبد الله يجيبها، جورجيف محاوله للضرب تجاب، ترانزيشن انتقالي او تحدي ورالي في بدايه احداث المباراه، لكن النقطه الاولى في صالح الاتحاد السكندري. في وجود على ارض الملعب نشوف امامنا هنا اللاعبين اللي موجودين، الفيومي هو اللي موجود على راس التشكيله بالنسبه للاتحاد السكندري كصانع العاب، وموجود على الارسال في هذه اللحظات الفيومي طبعا الخبره بالتاكيد اللي كان مع سموح السكندري دلوقتي مع الاتحاد السكندري. استقبال امامنا سيزيتو، رايموند اترفعت ظهره لورا ما يتحكمش في الكروس، تتضرب مره ثانيه في محاوله وتاتش اوت، النقطه للاتحاد السكندري. اذا 2-0 في بدايه احداث الشوط الاول من المباراه، لسه لاعبي النادي الاهلي ما دخلوش في اجواء المباراه على ارض الملعب النهارده بظهور لكرازمير جورجيف البلغاري اللي موجود على ارض الملعب الى جوار رايموند سيزيتو، لاعب ثلاثه ولاعب اربعه على الترتيب، عبد الله عبد السلام موجود على ارض الملعب كبصير كموزع كمعد للنادي الاهلي، واول اعداد باول فعاليه البصير والضريب بظهور للنجم الدولي العالمي بالتاكيد احمد صلاح عبد الحي، واول ظهور بفعاليه وبضرب بكره من اللي هي الاعصر الخطير اللي بيطير وبيسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي الضريب الثقيل احمد صلاح عبد الحي، افضل لاعب وافضل ضارب في العالم كان في عام 2011 في مونديال اليابان كاس العالم. اول ارسالات عبد الله مع الدوران لكن ما يتحكمش، تبقى النقطه الثالثه للاتحاد السكندري 3-1 الافضليه السكندريه، وفي بدايه الشوط ولسه بدري قوي، مين يضحك في الاخر، دايما بننتظر النادي الاهلي وباذن الله اللقب بالكاس والذهب في الجزيره في نسخه هذا الموسم. محمود منصور دولي هذا اللاعب، لعب اربعه في تشكيله الاتحاد على الارسال، عبد الله صلاح يضرب كره ما يتحكمش، ضرب محروق امام ثلاثه، الكره اوت اوف سيستم مرفوعه من عبد الله عبد السلام من البصير، ولكن من التلتين وكمان ما عندوش رفاهيه انه يلعبها لاعب ثلاثه تحديدا انه يخلص من السريع ورفاهيه انه يرفع للعالي في اربعه او الاثنين، ومن ثم كمان احمد صلاح موجود في اربعه وده مش مكانه مش اللي بيريحه، رسالة خارج حدود الملعب من منصور، اذا النقطه الثانيه يظهر بها النادي الاهلي على ارض الملعب 2-4 وما زالت الافضليه السكندريه على ارض الملعب.
احمد صلاح وسيزيتو، موجود محمد رمضان كاليبرو تاني فيها تشكيله لنادي الاهلي على ارض الملعب بدلا من مومو في ظل ان سايد اوت التحداوي. والارسال لرايمون سيزيتو، بيلعب ارسال فلوتر موجه بس هجومي، بيشوف مين الحاله الاضعف في استقبال الكره الاولى، لكن هنا امامنا الضرب كره في حائط الصد ثم العصا الهوائيه والى داخل او خارج الملعب، فقدت الهجمه شرعيتها بعد ما لمست، اخر ما لمست فيه كان احمد سعيد. اذا النقطه لصالح الاتحاد السكندري، 5-2 الافضليه للاتحاد على ارض الملعب. محمد سيد عبد الفتاح هو اللي موجود على الارسال دلوقتي في تشكيله الاتحاد السكندري. فلوتر سعيد استقبال مومو، سعيد مره ثانيه حاول يضرب، القطريه المثاليه باتقان وبتقنيه عاليه، ظهور بايجابيه برضه، ده لما يطير يسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي. احمد سعيد شفيق افضل ضارب في مونديال افريقيا للانديه في حضره النادي الاهلي في الجزيره في 2018 و2019، ضريب من عيار تقيل شرقيه للدخان ثم للنادي الاهلي اكتشاف هذا اللاعب. كرازيمير جورجيف 2 متر و3 سنتيمترات طول هذا العملاق، 3 متر 66 مع السبايك، يضرب ارسال تقيل، محمود منصور استقبال، كره اوت اوف سيستم، فرصه لحائط الصد تتسقط سهله، عبد الله رايموند ضرب احمد صلاح الحل. شوف امامنا هنا الضريب لما يكون لعيب مقفل امامه حائط الصد والكره اوت اوف سيستم او مش مرفوعه من البصير وفي زاويه محكومه، لانه حائط الصد عنده رفاهيه انه يروح وعنده قدره انه يكسب النقطه بشكل اكبر، ولكن يميل ايده وبريسك اليد يستغله علشان يضرب الكره في حائط الصد ويستخدم حائط الصد لصالحه احمد صلاح عبد الحي علشان يجيب النقطه الرابعه للنادي الاهلي، يقلص لفرق النقطة الواحدة أفضلية للاتحاد. استقبال محمود منصور صعبة، أوه يا ولد ما اترقى في وقتها، توجع الملعب للاتحاد السكندري. هنا ظهور مع الفيرست تايم يخلص وما يرحمش أحمد سعيد شفيق. تعديل تقفيل للشوط الأول على أرض الملعب. النهارده كابتن محمد منير هو الحكم الأول في هذه المباراة، والكابتن وائل أنجيل هو الحكم الثاني لهذه المباراة، والكابتن محمد زقزوق هو الحكم الاحتياط، وحكام الخطوط النهاردة بالترتيب كابتن محمد مسعود كحكم أول، كابتن هيثم المراكبي، لا اللي هنا من ناحيتنا العالمي إبراهيم ثابت هو الحكم الثاني على أرض الملعب من حكام الخطوط، والحكم الثالث كابتن هيثم المراكبي، ورامي شاهين الحكم الرابع في هذه المباراة من حكام الخطوط. ارسال تقيل وعدم قدرة على التحكم مع استقبال الكرة الأولى، إذا يعود الكسر للاتحاد السكندري. على الإرسال ما زال محمود رفعت أدري. لاعب الأوبوزيت هي التشكيلة السكندرية هو اللي يلعب الإرسال، بيلعب سبايك سيرف. يلعب استقبال رايمون سيزيتو، عبد الله سعيد يا ولد يحط المطرقة من جديد في وقتها. عنده الحل، ارتقائه عالي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الطفرات اللي خرجت في نادي الشرقيه للدخان، وما بعدها ظهور بقى بفعاليه مع النادي الاهلي باتقان الحقيقه. بيتعامل مع كل كره باتقان، ولعيب اربعه لازم يكون لعيب تقيل لانه بيعمل كل شيء واي شيء على ارض الملعب. احمد صلاح اللي بيلعب الارسال دلوقتي عنده الاهميه في الضربات والديفنس طبعا وحائط الصد، لكن استقبال كره اولى مش بتاعته، كره اهلاويه، الكرة أهلاوية، تعديل تقفيل بنقطتين متتاليتين، العودة للتعادل على أرض الملعب 7-7. كابتن أحمد سمير المدير الفني للاتحاد السكندري وأفكاره، وإنه خد وعود من الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إنه هيجيب محترفين في الموسم القادم وبيبحث عن ميدالية في الدوري وفي الكاس. لكن الأهلي الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. ارسال بدون تحكم مع السبايك اللي كان بيبحث عنه احمد صلاح. اذا النقطه الثامنه الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الاول بافضليه اهلاويه، بافضليه اتحادويه، متعودين ان الافضليه اهلاويه وهتيجي باذن الله على ارض الملعب، الافضليه اتحادويه على ارض الملعب بفارق نقطه الواحده 8-7. خالد الفيومي ومحمد احمد حسن وعمر احمد صالح وعبد الله نصر شعبان الليبرو الاول وعبد الهادي محمود عبد العاطي الليبرو الثاني في التشكيله بالنسبه للاتحاد السكندري اللي موجود على ارض الملعب، احد ابناء الواحات ومن اللاعبين المحترمين فنيا الحقيقه اللي موجودين، واكتشاف من طلاع الجيش للاتحاد واحد اكتشافات نجوم او احد نجوم الاستوديو التحليلي النهارده الكابتن احمد زكريا لما كان مع الكابتن فؤاد عبد السلام، وفكره وجوده في طلاع الجيش ثم الاتحاد السكندري. الليبرو الثاني عبد الهادي محمود عبد العاطي فيها التشكيله للاتحاد السكندري، محمود سعيد باشا ومحمود شحاته محمود واحمد ميدو ومصطفى لعبه، محمد مصطفى لعبه طبعا، ومحمد سيد عبد الفتاح واحمد ماهر عبد العزيز
ومحمود منصور زي ما قلنا لعب اربعه فيها تشكيله، واللي كان دولي وكان في كاس العالم مع خديو فيرميولين في كاس العالم 2019 اليابان اللي مصر خدت فيه المركز العاشر، ومحمود رفعت ادري وكريم حسين ده بالنسبه لسكواد الاتحاد. ادري تعدي كره سهله، مومو في السيستم السريع يخلص يظهر دولة الدولي البطولة يحط مطرقة في وقتها توجع من جديد ملعب الاتحاد ويعدل ويقفل الشوط من بدايته على أرض الملعب 8-8. قلنا الفائز من هذه المباراة هيكون في مواجهة القادم أو الفائز فيما بين نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش، المباراة اللي هتجمع ما بين الفريقين ما بعد هذه المباراة بإذن الله على نفس الصالة هنا صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. رسالة ما يتحكمش، سعيد زي وزي صلاح مع الدوران، نقطة هدية في صالح الاتحاد السكندري على الإرسال. سنتر الاتحاد كريم حسين هيلعب فلوتر، هيوجه يوجه سعيد استقبال مومو، كرة خلفية محاولة ضرب حلوة من هنا لبكرة، رائع شفناه في مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني مباراة التتويج بالدوري، كان الكينج اوف ذا ماتش، الملك على ارض الملعب رايمون سيزيتو هذا الكندي تقيل قادم من الاهلي البحريني بعد البطوله العربيه في 2020 في مارس، وعنصر مؤثر ومهم في التشكيله الاهلاويه في لاعب اربعه او كلاعب اربعه في التشكيله الاهلاويه. الفيومي اعداد ضرب منصور يضرب لكن ديفنس رائع من سته تترد، شانس بول اعداد كوره محاوله اسقاط في العصا الهوائيه ما يتحكمش، والنقطه اهلاويه واول تفوق ياتي على ارض الملعب لصالح النادي الاهلي في احداث الشوط الاول 10-9 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب. فلوتر دولا بره ما يتحكمش، كتير من نقاط الاتحاد السكندري اللي موجودة في الشوط الأول، والكابتن أحمد زكريا أكيد بيسجل مثل هذه الإحصائيات موجود معنا النهارده في الاستوديو التحليلي إنه نقاط الاتحاد معظمها من أخطاء لاعبي النادي الأهلي. الفيومي سبايك سيرف هتعدي سهلة، شانس بولا سابها بره ما سابهاش بره، الكوره مش بره تترفع، كوره هتصد الكوره بره، حاول يجيبها هنا بسنجل لوك كان موجود مع لاعب من الاوبوزيت للاتحاد، بيقفل لاعب اربعه في التشكيله الاهلاويه رايموند سيزيتو الكندي لكن استخدم حائط الصد لصالحه كان بايجابيه في هذه المره. رفعت ادري كوره تتضرب ارسال بره بالمره 11-11 تعديل تقفيل الشوط على ارض الملعب مع اللفة ودوران عبد الله على الإرسال. تلاقوا الحكم الثاني اللي هو كابتن وائل قنديل ليه مايل بجسمه ناحية ملعب الاتحاد علشان يشوف الدوران والترتيبة، ما هو في علاقة رأسية وعلاقة أفقية باللاعبين، ولو في رونج بوزيشن يبقى في نقطة للنادي الأهلي سهلة، ولكن الأخطاء السهلة أستاذ جديد ما بتخرجش من فرق كبيرة، لكن الخطأ السهل وساذج اللي خرج مع استقبال الكره الاولى ضعيف مع السكاوتنج العالي اللي جاي من بره والداتا فولي اللي شغاله وعبد الله وتوجيه على الاستقبال وضعيف مش متوسط ولا بيرفكت علشان يجيب من الفيرست تايم النقطه الثانيه من الفيرست تايم للنادي الاهلي في احداث الشوط الاول. كوره ولا يقدر يتحكم فيها، اعداد اوت اوف سيستم كان من محمود منصور وما يوصلهاش في هذه المره لاعب الاوبوزيت اللي مع دوران موجود في اربعه محمود رفعت ادري علشان تبقى النقطه 13 وياخد الكسر بفرق نقطتين ولاول مره النادي الاهلي على ارض الملعب 13-11 الأفضلية أهلوية. عبد الله ما زال على الإرسال 17 نقطة في بطولة 2018 أتذكر بطولة أفريقيا وهو على الإرسال أمام فريق كان من الفرق مش متذكر من أي دولة، لكن كمان مرة بيثبت ذاته كبير وتقيل والمعدن النفيس لا يصدأ، المايسترو موزع معد النادي الأهلي العالمي بالتأكيد حاله حال عبد الله عبد السلام حاله حال أحمد صلاح ونجوم النادي الأهلي الكبار الدوليين مع المنتخب الأول بالتأكيد في السنوات منذ 2003. عبد الله عبد السلام واحمد صلاح قصه اهلاويه في عالم الكره الطائره العالميه بالتاكيد. ارسال مسقط باتقان وايس كان موجود النقطه رقم 14 اذا بفرق ثلاث نقاط يجبر في هذه اللحظات الكابتن احمد سمير على الحصول على اول تايم اوت حر محق ليه في احداث الشوط الاول. ايقاف نزيف النقاط او يصلح الاوضاع مش عايز الشوط يفرط من بين ايديه ويبقى مقرب ما بينه وما بين النادي الاهلي، وان كان واقعيا الاهلي يقدر يخلص هذه المباراه 3 لا شيء وباذن الله ما تطولش اكتر من كده علشان يبقى مرتاح النادي الاهلي قبل مواجهه الغد باذن الله بدون اي يوم راحه في نفس الصاله هنا في السادسه مساء بتوقيت القاهره باذن الله مباراه الفاينل النهائي وايا مكان مين جاي الجيش او الزمالك الاهلي هيخلص ولا يرحمش وعايزينها قمه علشان تبقى فيها حلاوه. محمود منصور على الارسال سبايك سيرف استقبال سعيد
في السيستم. عبد الله اوه يا ولد يضرب من ستة، وده لما يطير قلنا بيسهل حاجات كتير وبيضرب من اي حته مش بس من سته، لاعب اربعه اللي موجود في السته هنا امامنا يعمل بيب البايب او يعني كوره اللي تبقى مرتاحه لانها في السيستم، يعني عبد الله عبد السلام يقدر يرفعها لاعب ثلاثه مستريح او العالي او الاوبوزيت او لاعب اربعه اللي جاي من سته لثلاثه، عنده الحلول كلها الرفاهيه لانها كانت بسايد اوت مثالي. رايمونت سيزيتو على الارسال هيلعب فلوتر، هيوجه يوجه كوره بره ما يتحكمش، بيتابعها كان عبد الهادي محمود عبد العاطي ليبرو نادي الاتحاد لكن قدرها صح والكوره خارج الملعب، اذا النقطه 13 في صالح الاتحاد السكندري، 15 13 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. عبد الفتاح محمد السيد على الارسال، كره صاروخ لمست ما لمستش ما لمستش، اذا النقطه للاتحاد السكندري، ضرب كان موجود لاعب اربعه اللي موجود في الدوران في سته عامل البايب او البيب لكن ما يتحكمش في ضبط الزوايا مع الضرب اللي كان موجود من رايمونت سيزيتو. مومو عبد الله صلاح الوحش منصور كوره هتعدي سهله هتعدي سهله، شانس بول للنادي الاهلي، سيزيتو عبد الله صلاح يا ولد يحط المطرقه اللي في وقتها اللي توجع ملعب الاتحاد السكندري القطريه المثاليه، ضرب بزاويه باتقان وتقنيه عاليه من احمد صلاح علشان يوصل بالنادي الاهلي للسكند تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الاول، افضليه اهلاويه بفرق نقطتين على ارض الملعب يتفوق النادي الاهلي. كابتن محمد مصلحي ميدو مدير الفني للنادي الاهلي يبحث عن اللقب رقم 12 وهو على راس القياده الفنيه للنادي الاهلي الرابع من كاس توالي بعد ما تولى المهمه، والنادي الاهلي بالمناسبه انه اخر ثلاث نسخ من البطوله بالنسبه لكاس مصر حقق اللقب وعلى طلائع الجيش في الفاينل، ننتظرها امام النادي الزمالك بقى في الغد باذن الله او طلائع الجيش اي من هما يتفوق، لكن حلاوتها في القمه وحلاوتها باللقب الثاني على التوالي في هذا الموسم محلي بالذهب امام نادي الزمالك بيكون لها نكهه مختلفه. عموما الاهلي الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، الدوري التفوق في مباراه المقاولون العرب على نادي الزمالك 3 لا شيء زي الدور الاول علشان يجيب اللقب بالدرع والذهب، وهنا في الاسماعيليه يبحث عن اللقب بالكاس والذهب علشان تبقى الثنائيه المحليه ولسه المشاركات العربيه والافريقيه جايه في الموسم الجديد باذن الله. سبايك سيرف من سنتر النادي الاهلي كراسمير جورجييف لكن استقبال مميز، اعداد محاوله هنا للضرب القطري، يعني في بعض الاحيان المدير الفني يسحب لاعب ثلاثه اللي هو موجود على الارسال علشان ينزل لاعب من لاعبي اربعه في تغييره من التغييرات السته علشان يبقى ديفنس اكثر فعاليه، لكن حاط الصد كان مقفل ودور الديفنس وما كانش فعال من كرازمير جورجييف البلغاري. سيبال سعيد عبد الله صلاح يا ولد كمان مره كمان مره القطريه المثاليه فيما بين واحد واثنين يخلص من جديد، الكوره داخل الملعب ما فيهاش كلام، اذا 17 النادي الاهلي 15 الاتحاد السكندري، الكسر حاضر بافضليه اهلاويه على ارض الملعب. صلاح على الارسال احد اهم نجوم الارسالات في العالم مش بس في مصر ولا العرب ولا افريقيا، اتكلم قصص لوحدها نتكلم عنها في وقتها، كل لاعب موجود من لاعبي النادي الاهلي يتقال عليهم العالمي ما تكونش مجامله. ارسال سيبال منصور اعداد الفيومي كوره ضرب حائط الصد كان مشروخ الكوره تحت قدمي عبد الله عبد السلام ودولا ما قفلوش من الايد من بره لجوه بالشكل المطلوب المرغوب فيه علشان يقفلوا الزوايا ويبقى مسمار ترد بصدر الضريب، لكن الضريب كان لعيب وقدر يستغل الثغره في هذه المره والنقطه لصالح الاتحاد السكندري، فرق النقطه الواحده لكن الكسر حاضر. طب الكسر حاضر ازاي ما هو مش فرق نقطتين قلنا لانه سايد اوت اهلاوي فعند النادي الاهلي فرصه انه يرد بافضليه النقطتين على ارض الملعب. لعبه على الارسال كان لاعب في صفوف النادي الاهلي بالمناسبه من اللاعبين اللي ارتدوا قميص كلا الفريقين الموجودين على ارض الملعب. سعيد يضرب حاطه صد يقلم كوره الكوره تتلم بديفنس منخفض منصور اوه يضرب هنا ولكن ديفنس كان رائع من لاعبي النادي الاهلي. مره ثانيه سعيد اهو ده الارتقاء ولا بلاش يا اخي، علمهم فهمهم قول لهم الضرب من اربعه ازاي يطير ويسهل حاجات كتير هجوميا، ومره ثانيه يضرب زاويه من أربعة في خمسة بإتقان وتقنية عالية ويحط النقطة رقم 18 في جعبة النادي الأهلي، إذا بفرق نقطتين الكسر حاضر الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب 18-16. كابتن وائل قنديل جاب الكورة ومال ناحية ملعب الاتحاد، ليه؟
علشان يشوف ترتيب الدوران وحد سابق السابقة القطرية أو الأفقية الرأسية يعني أفقي أو رأسي بالعرض أو بطولة، لأن يعني كل لاعب من اللي قدامه في كروس ليه، بس كل لاعب قدامه لاعب ما يعديهوش في ترتيب الدوران ولا يبقى رونج بوزيشن أو بالعرض سواء على شمالك أو على يمينك أو في النص على شمالي ويمينه. ماشي، تغيير هنا على أرض الملعب، نزول على الإرسال لمحمود سعيد باشا وخروج في هذه اللحظات لكريم حسين حسين علشان الإرسال والديفنس بعد كده، لأنه باشا لعب أربعة فيقدر يعمل الديفنس أفضل من لاعب ثلاثة اللي موجود على أرض الملعب اللي كان على الإرسال، لأن سايد أوت أهلاوي. سيبال دولا إعداد عبد الله، أوه سيزيتو ديفنس هنا موجود، لمس شبكة حاضر، إذا النقطة أهلاوية 19-17 الأفضلية ما زالت للنادي الأهلي على أرض الملعب. نفس التغيير لأنه اللاعب اللي خرج لازم ينزل مكان اللاعب اللي نزل مكانه في التغيير، نزل كريم حسين ثم خرج في التغيير الحرة ونزل مكانه عبد الهادي محمود عبد العاطي ليبرو نادي الاتحاد علشان استقبال الكره الاولى. دولا هيوجه فلوتر على عبد العاطي، يستقبل عبد العاطي، صعبه صعبه تحدي الشبكه، الفيومي يلمها، كوره اوت اوف سيستم، لعبه اوه يضرب هنا ولكن بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول، يعني اوت اوف سيستم يعني محصوره، الكره محصوره هتترفع في 4 في 4 ومن ثم ثلاثه من لاعبي النادي الاهلي راحوا في حائط الصد لانهم عندهم قدره ان هم يصطادوا الكره دي. ده بقى التعريف اللي هو اوت اوف سيستم، بس ليه معاني كتير على ارض الملعب بنحاول نفهمها لكم بالراحه علشان تحبوا اللعبه اكتر. كوره ما يتحكمش دولا في هذه المره، اذا 20-18 الافضليه ما زالت اهلاويه وننتظرها للاخير للختام في هذه المباراه على ارض الملعب، مش ختام المباراه بس، وبكره في الفاينل باذن الله. الفيومي على الارسال، بصير سموحه السابق والاتحاد الحالي، عبد الله سريع صاروخ ولكن كرازمير تتلم، اوه يا ولد من الفيرست تايم ضرب قوة وبقوة، كرازمير جورجيف اتردد من الفيرست تايم موجود يقود الهجمة الأهلاوية، خلص من اللمسة الأولى ما يلمهاش ويعمل هجمة جديدة لأنها سهلة ومعهوش حال صد وعنده القدرة إنه يرتقي ويضرب ويوجع الملعب الاتحداوي مرة تانية. رايمون سيزيتو هذا الكندي تايم أوت الثانية والأخيرة الحرة المحق للكابتن احمد سمير في احداث الشوط الثاني من المباراه. فرق ايه؟ 3 نقاط افضليه اهلاويه على ارض الملعب، 3 ارقام متتاليه زي ما قلنا، 17-18 امام طلائع الجيش التفوق 3-0 والفوز باللقب والكاس والذهب، 18-19 3-0 على طلائع الجيش والفوز باللقب والكاس والذهب ولقب العاده موسم 2019-2020 في صاله استاد القاهره لما تفوق ايضا النادي الاهلي 3-0 على طلائع الجيش علشان يجيب اللقب كأس مصر بالذهب في النسخة الماضية ويبحث عن الرباعية مع الدوري، لأنه احنا خدنا الدوري 4 متتالي والكأس بإذن الله في هذا الموسم 4 متتالي، وميدو بيبحث عن اللقب رقم 12 في مسيرته كمدير فني على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، عاد وجاب معاه الألقاب والنجوم الكبار. وهنا أمامنا محمود منصور يضرب من الأوبوزيت رغم مش عدلته لكن قدر إن هو يتحكم في الضربة ويجيب النقطة رقم 19 للاتحاد السكندري، لأنه لعب 4 في التشكيلة فمع الدوران موجود في 2 فما يلب ما طبعا ما بعد الارسال كل لاعب يروح في اي حته هو عايزها على ارض الملعب ما بعد الارسال، لكن ترتيب الدوران لازم يكون مفهوم على ارض الملعب قبل الارسال، اول ما تطلع الكره من الضريب المرسل يروحوا زي ما هم عايزين. لكن في مثل هذه المواقف اللاعب اللي هو الاوبوزيت او 4 لما بيكون موجود في الدوران جهه 4 لاعب الاوبوزيت زي احمد صلاح علشان يختصر الوقت بيبقى في مكانه. ماشي، ارسال محمود منصور خارج الملعب بالمره، اذا النقطه رقم 22 في صالح النادي الاهلي. سيزيتو رايموند الكندي على الارسال في هذه اللحظات، هيلعب فلوتر هيوجه سيبال لعبه اعداد اوت اوف سيستم، فرصه لحائط الصد قلل من قوتها حائط الصد الفعاليه مره ثانيه، صلاح عنده الحل يضرب يا ولد يضربها بمعلمه وكالعاده المتالق وبزياده، بسم الله ما شاء الله مش عايزين نحسده، النجم الكبير والتقيل كل ما يكبر يحلى ويزيد مهارات وقدرات وخبرات بالتاكيد، بيعرف يتعامل مع اي حائط صد، يسقط الكره في ملعب الاتحاد بمعلمه وكالعاده، هذا الاعصر الخطير اللي دايما بيسهل حاجات كتير لمنتخبنا الوطني وللنادي الاهلي. سيزيتو رايموند على الارسال ما يتحكمش خطا، 23 النادي الاهلي 20 الاتحاد السكندري، نقطتين يفرقها النادي الاهلي عن اول خطوه من 3 يحتاجها من اجل الظفر ب تذكرة العبور الأولى لنهائي كأس مصر في نسخة هذا الموسم 2020-2021. أول تايم أوت حر محق لميدو في أحداث الشوط الأول من المباراة
مع تامر تايجر ومحمود جمعه كمدرب عام ومدرب للنادي الاهلي وايمن علي الاداري والكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري والنهارده الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي موجود في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه لمتابعه هذه المباراه وباذن الله مباراه الغد في ظل انه النادي الاهلي في معسكر طبعا اللاعبين والفرق الاربعه حال كدوره مجمعه ان هم موجودين في يومين متتاليين طبعا موجودين من قبل النهارده الفرق في الاسماعيليه من اجل خوض مباريات نصف النهائي والنهائي باذن الله والثالث والرابع في الغد وباذن الله الكاس في الجزيره ننتظره ان شاء الله. مومو سيبالس ولا اجمل هنا امامنا سيبالس كره اولى هو اللي بيريح الهجمه بيريح البصير تبقى كره في السيستم المثالي عنده حريه انه لاعب السريع يضرب ولاعب العالي يضرب ولاعب اثنين يضرب ولاعب اربعه اللي جايه من سته لثلاثه يضرب عنده كل الحلول ومن ثم يخلص في هذه المره كرازيمير جورجيف 24-20 اربع نقاط يفرقوا النادي الاهلي عن الاتحاد ونقطه واحده تفرق النادي الاهلي عن الفوز بهذا الشوط ارسال تقيل كوره تترفع محاوله هتصد لكن خارج الملعب لف ريسك ايده بشكل مثالي الحقيقه في هذه المره محمد مصطفى لعب علشان تبقى كوره لصالح الاتحاد السكندري 24-21 محمود رفعت ادري على الارسال لعب الاوبوزيت في تشكيله الاتحاد سبايك سيرف بره اذا النقطه اهلاويه والشوط اهلاوي 25-21 يتفوق في احداث الشوط الاول ولسه المباراه على ارض الملعب والافضليه ننتظرها دائما اهلاويه في كل مكان واستكمال مباراة نصف النهائي الأول من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال موسم 2020-2021 الأهلي الاتحاد السكندري شوط أول انتهى بأفضلية أهلاوية 25-21 ننتظر الشوط الثاني برضو بأفضلية أهلاوية بإذن الله والاستكمال حتى المباراة ونهايتها بالتفوق 3-0 علشان نحسم التأهل بدون معاناة بإذن الله لصالح النادي الأهلي ننتظر بداية الإرسال والدوران مع عبد الله عبد السلام احد اهم نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني وعلى الارسالات بالتاكيد النهارده عبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان وعبو عبد الحليم طبعا واحمد صلاح عبد الحي وعبد الرحمن السعودي وكرازمير جورجيف ومحمود رؤوف عبد القادر وعبد الرحمن الحسيني اللي نزل وعمل اخر ارسال في احداث الشوط الاول لو تفتكروا مع التغيير اللي عملها ومحمد معوض مومو ودوله محمد عادل واحمد عبد العال وحسام يوسف عبد الله واحمد قطب ورايموند ومحمد رمضان وسعيد وابو السعود ونجوم النادي الاهلي واول النقاط والضرب باتقان هنا امامنا ظهور من الاوبوزيت اللي بيطير وبيسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي احمد صلاح الوحش البرج الجوهره حبه الكريز فيها التشكيله الاهلاويه ياتي باول النقاط للنادي الاهلي على ارض الملعب من الاوبوزيت المكان اللي بيريحه بيعرف يتحكم منه ارسال كمان مره فعاليه كوره في المتناول يا ولد من هنا لبكره رمضان الكينج حتى وان كان البلوك معمول زي ما الكتاب بيقول ان الكره ما اترفعتش صح واوت اوف سيستم ومش مرتاحه لاحمد صلاح انه يكون حتى عنده الحل انه يستخدم حائط الصد لصالحه وان كان الديفنس المثالي والرائع من محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي بيتقل هذا اللعب هو ومومو اثنين من الثنائي من لاعبي النادي الاهلي في مركز الليبرو اللي عندهم قدره على التعامل الفني باتقان في استقبال الكره الاولى والديفنس المنخفض وعلى فكره انه ما يقدرش يضرب الكره الا ورجليه الاثنين على الارض وما يقدرش يرفع الكره صوابع وهو من التلت اللي قدام اللي هو 3 متر اللي قدام هقول لكم ليه بعد كده يرفعها بجر بس ماشي دي حاجه يعني من الحاجات الفنيه قوي كوجود ليبرو على ارض الملعب يطلع مومو وينزل رمضان في هذه اللحظات والافضليه الاهلاويه مع الضرب اللي كان من مركز اربعه القطري الفعال للنادي الاهلي سيزيتو رايموند على الارسال مع ترتيب الدوران في هذه اللحظات النقطه اهلاويه مره ثانيه 3-1 مع الكسر حاضر على الارض معه رايمون سيزيتو ما زال على الارسال في هذه اللحظات يلعب فلوتر هيوجه مره ثانيه والداتا فولي تقول له وجه على مين لعب استقبال اعداد من السريع يخلص في هذه المره سنتر نادي الاتحاد السكندري محمد السيد عبد الفتاح استقبال كره اولى كان مميز من لعبه في هذه المره كان وقلنا لعبه كان احد لاعبي نادي الاهلي او اللي ارتدوا قميص كلا الفريقين الموجودين على ارض الملعب هم قليلين الحقيقه محمود منصور الدولي
على الارسال. مومو استقبال في السيستم دي حلوه 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 يا ولد في السيستم من السريع يخلص وما يرحمش. ومن جديد مش مطرقه بس برضو توجع الملعب الاتحادوي كان من جانب العملاق البلغاري 2 متر و3 سنتيمتر مع السبايك 3 متر 66 في الهواء بيترهم على الارتقاء الاعلى وطول الذراع كرازيمير جورجييف هذا البلغاري وكان دولي مع منتخب بلغاريا بالتاكيد. هو على الارسال في هذه اللحظات سنتر طويل القامه لكن بيلعب سبايك سيرف وده على غير حال السناتر او لاعبي ثلاثه اللي دايما بيبحثوا عن الفلوتر الموجه ما يتحكمش في هذه المره 4-3 وكالعاده مع مثل هذه الاخطاء من حق كبير يدلع تتقال لانهم نجوم كبار وبيعرفوا يحولوا او يعملوا التحويله في مثل هذه المباريات في التوقيت في النقاط الهامه والحاسمه يخلصوا بالتاكيد. ارسال امامنا محمد السيد كوره تعدي ما يتعاملش معاها عبد الله لانه كان لو اتعامل معاها ايديها تمر الملعب الاتحاد السكندري لكن دولا الدولي البطوله يعرف يتعامل لانهم ما توقعوهاش وتمويه عبد الله لخفنت اربكت حسابات لاعبي الاتحاد ومن ثم جت الكره سهله ودولا لا يرحم بقى. كابتن منير يدي الاذن صلاح يضرب ارسال مموج كوره تضرب بره 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 بدون تحكم بالمره حطها في الاعلانات ما فيش اعلانات في الشبكه اللي بره اذا النقطه أهلوية على أرض الملعب دبل سكور بفرق 3 نقاط 6-3 الأفضلية أهلوية في هذه اللحظات من أحداث الشوط الثاني من المباراة الأهلي الاتحاد السكندري نصف نهائي كأس مصر لكرة الطائرة الرجال 2020-2021. ما زال عبد الله على الإرسال أو أحمد صلاح والاثنين زي ما قلنا من 2003 كده حاجة طفرة في كرة الطائرة المصرية في هذا الثنائي أو في وجود هذا الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام المرة دي يضرب بقوة وعنده رفاهية النتيجة ومن ثم عادي وتعدي بالتأكيد كبير نجم تقيل. محمود رفعت أدري على الإرسال في هذه اللحظة يلعب سبايك سيرف بقوة يستقبل دولا يرفع سعيد يضرب من المنطقة الدفاعية سهلة دي ما يطلعولهاش بلوك الفيومي يضرب الكورة جوه اصطادها الثنائي من حكمي الخط في ملعب النادي الأهلي كان امامنا ابراهيم ثابت والكابتن محمد مسعود. ابراهيم ثابت تكلمه وقال لك انا احب ان انا اسمي العالمي ماشي عالمي اصطادها واصطادها صح لانها بتاعته لان هو مراقب البيز لاين او الخط الخلفي لملعب النادي الاهلي. المره دي ارسال ما يتحكمش محمود ادري رفعت علشان تبقى النقطه 7 في صالح النادي الاهلي والكسر حاضر بفارق النقطتين على ارض الملعب الافضليه الاهلاويه. سعيد المعذب حاله حال عبد الله وصلاح خد منهم ارسالات تقيلة فعالة فتاكة في كتير من الأحيان. سبايك سيرف صاروخ يضرب يستقبل عبد العاطي تاني محاولة من لعبة يضربها لكن ديفنس من سيزيتو سعيد صلاح هيضرب بجراءة حاول يسقطها لكن تتلم من الفيومي اوت اوف سيستم عبد الهادي محمود عبد العاطي لعبة يحاول يضرب لكن ولا أجمل الديفنس اللي موجود من الأوبوزيت بتاعنا صلاح والضرب من سيزيتو يا ولد معلم ومنه لاعبي أربعة وأي لاعب من لاعبي أربعة يقول لك أنا جاي أتعلم لانه ما ضربش بقوه لكن وجهها في الزاويه الانسب في ملعب الاتحاد السكندري جهه 6 بس قصيره شويه لانه دارس قوي او قارئ قوي لما هو من وقفه وتموضع وتمركز لاعب 6 او لاعب 4 اللي موجود في 6 اللي هو عامل قوس الدفاع مع الزاويه من الجهه الاخرى لانه بيلعب من 4 ومن ثم لاعب اللي موجود في جهه 4 والليبرو ولاعب اللي موجود لاعب 4 اللي موجود في 6 وقوس الدفاع لكن كانت متلخفنه شويه وضربها في قلب الملعب الركن البعيد الفاضي والهادي في ملعب الاتحاد السكندري معلمه في اتقان توجيه الكوره ومن ثم يخلص زيتو النقطه رقم 8 بفرق 3 نقاط الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني والافضليه اهلاويه وكالعاده لانها السياده للنادي الاهلي. سعيد ما زال على الارسال. هيوجه على عبد العاطي، عبد الهادي عبد العاطي. ما راحتش، ما اتحكمش في الشبكة، نقطة هدية للاتحاد والأفضلية أهلاوية ما زالت بفارق النقطتين 8-6. شوف على طول الكابتن وائل قنديل يروح جهة ملعب النادي الأهلي لأن هو لا يستقبل ومن ثم يشوف ترتيب الدوران لأنه اللاعبين مع الاستقبال تمركزاتهم. ضرب خارج الملعب. اذا النقطة اهلاوية 9-6.
شوف ترتيب الدوران ومين لاعب المنطقه الاماميه ومين لاعب المنطقه الخلفيه، واللاعب المنطقه الاماميه هم المنوطين بالبلوك، لاعب المنطقه الخلفيه ما لهمش علاقه بالبلوك، ما ينفعش اللاعب يطلع فيهم بلوك كده يعني. حاجات صغيره بس تفرق تفرق. اوه حلوه حلوه حلوه. الفيومي يعد والضرب كان موجود من كريم حسين حسين سنتر الاتحاد السكندري، يحط نقطه 7 للاتحاد. يحط النقطه 7 للاتحاد، والاتحاد يقرب الاتحاد، لكن في فرق سرعات للنادي الاهلي واقعيا ومنطقيا. كريم حسين فلوتر سعيد استقبال عبد الله اعداد، واو سيتو يضرب، البلوك موجود والنقطه في صالح نادي الاتحاد السكندري. يفوق بيها على ارض الملعب، ياخدوا بيها ثقه وبيشجعوا الذات مع البنش والسبستيوشنز او دكه البدلاء والبدلاء اللي موجودين خلف الملعب، محاوله لكسب الثقه ويعملوا المباراه كلوز في كل شوط، يقربوا ويقول لك ليه اخطف شوط من النادي الاهلي يبقى حاجه كبيره، ولكن ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيفرط ولو في ربع شوط النهارده. النادي الاهلي هيلتهم، بيلعب على قد المباراه بالمجهود على قد المباراه. يضرب سيزيتو في حائط الصد ويستخدمه لصالحه ليه خارج الملعب مع توجيه ريسك اليد علشان يخلص النقطه 10 للنادي الاهلي. عبد الله صاروخ يستقبلها لعبه اعداد، ضرب الفيومي لكن ديفنس رائع من رمضان الكينج اوف ذا ماتش بالنسبه للنادي الاهلي على ارض الملعب، واللي بيكملها احمد صلاح حبه الكريز الجوهره الاهلاويه، القصه الحقيقيه العالميه في عالم الكره الطائره الاهلاويه والمصريه هنا امامنا، ظهور للوحش الاهلاوي يضرب قطري ويخلص وما يرحمش. 11-8. عبد الله يهاجم مع فلوتر، لعبه استقبال فيومي دي في السيستم، حلوه 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 حلوه، كره حلوه كره حلوه، لان استقبال الكره الاولى من اللعبه كانت مميزه، ومن ثم ريحت الفيومي ان يبقى عنده رفاهيه توزيع الكره بالشكل المتقن ويجي لها بالبايب او بالبيب. اللعبه لعب 4 اللي بيجي من 6 ل 3 ويضربها بفعاليه في ملعب النادي الاهلي. حلو ان الاتحاد يخش في اجواء المباراه، كره ايس كره ايس، بس مش قوي كده، لانه لما الاتحاد يخش في اجواء المباراه بيدي منافسه اكبر على ارض الملعب، بيدي حماس اكبر، بيستفز كبرياء البطل بتاع النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي على ارض الملعب. 10 الاتحاد 11 النادي الاهلي، لكن قلنا مش عايزين المباراه تطول لانه النادي الاهلي عنده مباراه بكره على طول الساعه 6 باذن الله، مباراه الفاينل بعد عبور هذه المباراه ان شاء الله، فمش عايزين يرهقوا لاعبينا. ضرب من 6 قوه في التعامل وقوه الضربه ما تحكمش ديفنس الاتحاد السكندري، اذا بفرق نقطتين الكسر حاضر، الافضليه الاهلاويه 12-10. سيزيتو رايموندز الكندي على الارسال، كان عندنا كندي اسمه جيسون ديروكو جه بعد كاس العالم 2019، كان لاعب ابرو مع المنتخب الكندي في كاس العالم، جه كلاعب 4 ومشي ما اداش بشكل كبير، لكن سيزيتو تقيل ولعب 4 تاني على ارض الملعب في تشكيله النادي الاهلي، اتقل واتقل نجمنا المصري المحترف الحقيقي في الكره الطائره المصريه الوحش الاهلاوي، مش طويل القامه لكن كبير القيمه وعنده ارتقاء افضل من طوال كثر موجودين في عالم الكره الطائره العالميه. انا بتحدث عن لاعبي النادي الاهلي يبقى بنتحدث عن كاتيجوري عالمي، يعني عن رينج كبير، عن مستوى تاني كلاس ايه من اللاعبين العالميين اللي موجودين يقارن بيهم لاعبي النادي الاهلي. احمد سعيد اتحدث عنه، كره الضرب كره نقطه اهلاويه نقطه اهلاويه نقطه اهلاويه نقطه اهلاويه. طب مع ترتيب الدوران نشوف، لانه لعبه داس على خط التلت والتلتين، ولو لعبه من لاعبي المنطقه الخلفيه مش الاماميه يبقى اللعبه مش سليمه، لانه بيبقى داس على الخط ومن ثم خلاص فقدت الهجمه شرايط. والنقطه اهلاويه، وبيكبر في هذه اللحظات على اول تايم اوت حر محق ليه في احداث الشوط الثاني من المباراه الكابتن احمد سمير احمد المدير الفني للاتحاد السكندري. في نفس التوقيت تقريبا في كل شوط الاهلي يفرق، بيعمل التحويله مع استغلال اخطاء الغريم ورفع معدل التركيز وتقليل اخطاء لاعبي النادي الاهلي مع السكاوتنج والداتا فولي اللي شغاله من بره في وجود هنقول لكم مين، احمد سعيد المحلل التقني اللي بيعمل الداتا فولي، ومع التايم اوت التكنيكال او الفني الاول ومع التايم اوت الفني الثاني بيجي تقرير، وما بعد الشوط بيجي التقرير نقاط القوه والضعف هنا وهناك والاستقبال والتحركات والوقفات والتكتيك والاستراتيجيه والكرات اللي موجوده على ارض الملعب وكيفيه ضرب اطر التكتيك للغريم ورفع من الاطر التكتيكيه الناجحه اللي بتكسبك على ارض الملعب اللي تكسبه لعبه يعني، بس بمرونه تكتيكيه. ما تحكمش سيزيتو، تايم اوت جه في وقته، لخفن حسابات سيزيتو اربك تركيزه ومن ثم نقطه هديه في صالح الاتحاد 11 على ارض الملعب، الافضليه اهلاويه 14-11 في احداث الشوط الثاني من المباراه.
منصور السباق امامنا اعداد واو ولا اجمل مش سريع مش سريع يخلص عبد الله كوره مهيئه عند البرج البلغاري المحترف في التشكيله الاهلاويه كرازيمير جورجييف يضرب المطرقه ويخلص في وقتها النقطه رقم 15 للنادي الاهلي فرق الاربع نقاط النادي الاهلي يتفوق في احداث الشوط الثاني من المباراه كرازيمير جورجييف هيلعب سبايك سيرف عنده رفاهيه النتيجه وهو كده كده بيرتاح مع السبايك سيرف وبيجيب نقاط هامه وحاسمه زي كده شوف وجه صح كرة اوت اوف سيستم هتعدي سهله من اللعبه شانس بول للنادي الاهلي فرصه الوصول للتكنيكال تايم اوت الثاني والكوره جابها بدراعه وتعدي تعدي هتعدي سهله ما تطلعش حاجه تصدي دي صح زيتو في السليم في السليم واللاعب الكبير الاعداد الخلفي الموزون من عبد الله عبد السلام خد منه احلى كلام لما يكون في حالته بيخرج كرات من ذهب يوزع صح وصلاح اللي ما بيهزرش وما بيرحمش يضرب ويوجع الدفاع والملعب الاتحادوي والنقطه أهلاوية إذا الوصول للسكند تكنيكال تايم أوت الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثاني بأفضلية أهلاوية على أرض الملعب بفرق الخمس نقاط ركب الجيم ومش هينزل لغاية ما يخلص لأنه ما بيرحمش النادي الأهلي 25-21 شوط أول الأفضلية أهلاوية وبإذن الله الشوط الثاني أفضلية أهلاوية والثالث كمان علشان يريح النادي الأهلي قبل مواجهة الغد قد يتكرر لرابع سنة على التوالي وجود طلاع الجيش أمام النادي الأهلي في فاينل كأس مصر أو تيجي بالقمة أمام نادي الزمالك وليه لا هتبقى حلاوتها مش هنقول صعوبتها لكن حلاوتها في قمتها لما نلعب بكرة ونعلق بكرة على مباراة القمة والأهلي يخلص بمطارق وناخد الكأس بالذهب زي ما كان الدوري حلوة حلوة لكن بالتاكيد كل التوفيق ايا من هما يفوز يعني اللي يلعب افضل يجي لنا ايس يا ولد قلنا لاعب سنتر لاعب ثلاثه معظم لاعبي ثلاثه يوجهوا الفلوتر لكن هو طويل القامه وكبير القيمه مع الارسالات السبايك سيرف موجهه باتقان وهذه المره وجه جهه خمسه وكان عنده الاتقان في التوجيه علشان يجيب ايس على ارض الملعب نشوف الدوري الامم دلوقتي الايس ده قيمه كبيره حاجه كبيره حاجة غالية والغالي ثمنه فيه. ومن ثم بيغنوا له حتى يقول لك ايس 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 وتتكتب على الشاشات الكبيرة لأنها حاجة محترمة فنية بتريح فرقتك وبتجيب نقطة سهلة مع مهارة الإرسال. 17 الأهلي 12 الاتحاد السكندري مع عدم قدرة على التحكم في إرسال كرازيمير جورجييف. عادي تعدي برضه من حق الكبير يدلع تمشي. محمد السيد ما يتحكمش برضه من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرات والقدرات اللي موجودين في الاتحاد السكندري لكن ما يتحكمش في هذه المرة. وقلنا الاتحاد فكر الاستاذ محمد مصلحي الرئيس مش محمد مصلحي بتاعنا ميدو مدير الفني للنادي الاهلي محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري انه يجيب محترف او اثنين اجانب في التشكيله لنادي الاتحاد السكندري الموسم القادم بيبحث عن مركز متقدم فيما بين البيج 3 في او الثلاثي الكبير في الدوري كميدالية او العين على ميدالية او وصول فاينل او كأس مصر ده اللي بيفكر فيه واللي قاله لي كابتن احمد سمير ما قبل المباراة -18 الاهلي 13 الاتحاد السكندري على الارسال امامنا في هذه اللحظات محمود سعيد باشا صنع العاب الاتحاد على ارض الملعب فلوتر يوجه سبال سعيد مميز مميز وكرة أهلاوية رغم انه ما ضربهاش وما كانش مرتاح لكن عدت منه ونزلت فيما بين اقدام لاعبي الاتحاد السكندري بدون ما يتحكموا السرقه والسرقه المشروعه ودولة الدولي البطوله حتى ولو لمسته عاديه بس بتجيب نقطه من اللي هي تغيير على مستوى مركز اربعه في هذه اللحظات خروج احمد سعيد شفيق ونزول لعبد العال احمد عبد العال كان ليبرو مع خديو فيرميولين واخده من النادي الاهلي في منتخبنا الوطني الاول في كاس العالم حلوه حلوه يجيبها برجله من حقه لعبه تعدي سهله شانس بول للنادي الاهلي رمضان رفعها وحش لكن عبد الله بالقدرات والخبرات اللي عملها في سنين وسنين لانه كبير وتقيل مش بس دوله دولي البطوله كمان عبد الله دولي وبطوله لانه بيتعامل مع كره صعبه وبنظره عينيه يقدر يتعامل مع مثل هذه الكرات اللي مزنوقه قوي على الشبكه لكن بلمسه وجه الكوره لاخفن بيها حسابات يعني ايه كلفتهم وفسحهم ووداهم ورجعهم وسستمهم ووقعهم هي كده عبد الله اوه هنا دوله الدولي البطوله قال لي لا ما تقولهاش على عبد الله دي بتاعتي
بتاعته النجم الكبير سنجل بلوك، لكن قريها من بدري ومقفل حائط صد باتقان وتقنيه عاليه. محمد عادل دوده هنا امامنا ظهور للبرج الاهلاوي اللي بيخلص 2 متر و11 سنتيمتر وهو واقف. بسم الله ما شاء الله، حاله حال عبو عبد الحليم، اثنين من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني الاول، لكن هو عنده البلوك اعلى من عبد الحليم عبو، لان عبو دايما دايما لما بيعمل البلوك ايديه من تحت، فعبال ما بتطلع من تحت لفوق علشان يعمل التيك اوف بيتلعب عليه من ثلاثه كتير، ومن ثم ينزل في رفاهيه المباريات. لكن دولا ايديه بتطلع من بدري، ومن ثم عنده قدره على التعامل مع السنجل بلوك او الدبل بلوك لما بيضم على اثنين او اربعه بالشكل الفعال، وحتى الديفنس بتاعه عالي، وحتى لما بيستقبل لاعب ثلاثه مش منوط بالاستقبال، المنوطين بالاستقبال لاعبه اربعه والليبرو، لكن عنده قدره على التعامل. عبد العال ارسال كوره من المنطقه الدفاعيه سهله سهله، ما يطلعش حد صد صح. دولا السريع هي كده، وما تجيش غير كده من قبل ما تروح لدولا، هي كده لانها في السيستم، حتى وان كان في ديفنس لكن ديفنس كان رائع من عبد العال، ومن ثم ريح عبد الله انه يلعب كره في السيستم او يخلصها من ثلاثه، وعنده رفاهيه انه يلعبها في اربعه او في اثنين كمان كان عبد الله عبد السلام. 22 الاهلي 13 الاتحاد السكندري. ايس موجود اصطادها والكره جوه بدون فصال من جهه رامي شاهين هنا والكابتن هيثم المراكبي، وبصراحه حكام المباريات اللي هيكونوا موجودين زي ما كانوا في نهائي الدوري زي ما موجودين في سيمي فاينل وفاينل وثالث ورابع كاس مصر، من حكام الصفوه اللي زي ما قلت عليهم وعلى رامي شاهين تحديدا، خد منه وما تراجعش وراه، بيعرف يصطاد الكرات وكانه شالنج على ارض الملعب، بالذات الكرات القريبه من الخط فيها وعليها. استقبال ضعيف ضعيف، والسكاوتنج اللي جاي من بره والتوجيه الرائع من عبد العال، خيار استراتيجي هجومي دفاعي مثالي فعال، لان قلنا لاعب اربعه بيعمل كل شيء واي شيء على ارض الملعب، ملوش مهام محدده. عبد العال يوجه على لعبه ولعبه ما تحكمش، يستقبل بجر وايديه تاخد الكوره للمدرجات بالمره بره. عبد العال ما زال على الارسال، نقطه الشوط بين ايدي لاعبي نادي الاهلي، التهموا في الشوط الثاني التهموا، استقبال منصور اعداد بجر وحشه قوي قوي، فيها لمس فيها لمس، قال لك دولا انا لمستها بكل روح رياضيه تعدي. يخرج رمضان وينزل مومو محمد معوض كاليبرو في تشكيله النادي الاهلي في هذه اللحظات، مع تغييره بخروج لعبه ونزول لاحمد محمود اميدو في مركز اربعه بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، هيكون على الارسال في هذه اللحظات. ارسالاته فلوتر بيوجه ما بيلعبش سبايك، صح كده. يستقبل سيزيتو رايموند، اعداد حلوه حلوه، دولا يضرب حائط الصد والى خارج الملعب، اذا استخدم حائط الصد لصالحه باتقان وتقنيه عاليه. دولا الدولي البطوله يحط نقطه الشوط فيما بين لاعبي النادي الاهلي ويخلص 25 14 بقسوه في الشوط الثاني، بعد الشوط الاول كان 25 21 ولسه المباراه على ارض الملعب. اذا العوده من جديد مره اخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، واحداث الشوط الثالث من مباراه نصف النهائي الاول من بطوله كاس مصر للكره الطائره الرجال موسم 2020 2021. الاهلي الاتحاد السكندري بعد ما كان قاسي النادي الاهلي في الشوط الاول والثاني الافضليه باريحيه على ارض الملعب 25 21 شوط اول و25 14 الشوط الثاني، وننتظر الشوط الثالث يحسم فيه ومن خلاله النادي الاهلي تذكره العبور لنهائي كاس مصر علشان يريح نفسه قبل مواجهه الغد في المباراه النهائيه في السادسه مساء، او مش قبل السادسه مساء بتوقيت القاهره، لانه مباراه الثالث والرابع لو طالت ممكن نبدا بعد السادسه، لكن مش قبل السادسه مساء بتوقيت القاهره. عموما نخلص مباراتنا الاول ونلعب على مباراتنا دلوقتي، واول ظهور بفعاليه وبايجابيه لاحد نجوم النادي الاهلي الشباب الصغير ولكن كبير القيمه واخد عين وثقه ميدو محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، ووصول لعبد الرحمن الحسيني على ارض الملعب. اول ضرب من اربعه ويخلص النقطه مع الخط. هنا امامنا اصطياد من الكابتن رامي شاهين اللي قال لك لامس الخط برجله مع الرجل الارتقاء عبد الله عبد السلام، ومن ثم فقدت الهجمه شرعيتها، او بالاحرى النقطه راحت من النادي الاهلي بهديه بخطا سهل، وهو عادي برضه من حق كبير يتدلع عادي. عبد الله عبد الله عبد الله في السيستم يخلص من السريع الوحش هنا امامنا العملاق البلغاري كرازيمير جورجيف. 2-1 الافضليه الاهلاويه على ارض الملعب. رايمون سيزيتو الكندي
قلنا كان عندنا كندي في النادي الاهلي جيسون دروكو موسم وخلص وروح، جالنا واحد وحش من الاهلي البحريني هو اللي معاه الارسال دلوقتي يواجه فلوتر. استقبال امامنا لعبه عداد الفيومي، ضرب بره فيها لمسه ما فيهاش لمسه، فيها لمسه قال لك فيها لمسه. اذا قرار حكم المباراه الاول الكابتن محمد منير والكابتن وائل انديل الحكم الثاني في هذه المباراه قال لك في لمس للبلوك بالنسبه للنادي الاهلي، ومن ثم النقطه الثانيه التحدويه على ارض الملعب. نقطة تانية تحدوية ومباراة لما بيرفع فيها الريتم والمستوى الفني للاتحاد السكندري تبقى مباراة فيها نقاط ما بين الاهلي والتحدوية عشان يمشي بس في الساجع يعني، وتدريبة قوية للنادي الاهلي عشان نبقى واقعيين يعني قبل مباراة الغد باذن الله. المرة دي نقطة اهلاوية. كرازمير جورجيف البلغاري على الارسال هيلعب سبايك سيرف في هذه اللحظات. وحش ما يتحكمش ما يتحكمش، تيجي في الكاميرا الخاصه بالداتا فولي اللي ورا في الملعب من ورا. بالمناسبه اللي واقف خلف، لو الكاميرا جابته انا مش عارف الحقيقه، بس اللي واقف عند المرمى بتاع الهاند بول اللي خلف ملعب الاتحاد السكندري او في ظهر ملعب الاتحاد السكندري الكابتن محمد اللقاني اللي هو المدير الفني لنادي الزمالك واللي هو اصبح مدير فني او مستعار من قيادته الفنيه لنادي الزمالك كمدير فني للمنتخب الوطني الاول اللي عنده ارتباطات في الفتره القادمه. كابتن محمد اللقاني جاي يتفرج على الفرقتين علشان لو ان شاء الله تفوق في هذه المباراه النهارده مباراه نصف النهائي الثاني قد يواجه الفائز او الخاسر، يعني تفوق او هزم هيواجه فريق من الاثنين، لان لو خسر من الجيش هيلعب على الثالث والرابع امام الاتحاد السكندري، لو كسب هيلعب الاهلي في الفاينل. كره ايدي لفت ما يتحكمش ما لمستش الا سايد لاين او الخط الجانبي لملعب المباراه. اذا النقطه اهلاويه على ارض الملعب 5-3، خد الكسر والاهلي ركب ومش هينزل من على الشوط. احمد صلاح 37 عام 9 اغسطس القادم باذن الله، متر 97 سم طول هذا العملاق، 3 متر 42 مع الاسبايك، 3 متر 16 مع البلوك. ارسال تقيل منصور، استقبال فيومي، بجر يرفعها سهله دي للديفنس يجيبها سيزيتو عبد الله ودوله، ولكن الديفنس تجاب تعدي سهله من اللعبه شانس بول للنادي الاهلي. دوله عبد الله صلاح الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش يطير ويسهل حاجات كتير، العملاق الاهلاوي يضرب من اثنين ويخلص باتقان في ملعب الاتحاد السكندري. مطرقه جديده توجع الملعب الاتحادوي والنقطه اهلاويه 6-3، دبل سكور على ارض الملعب تقريبا نفس مستوى فرق النقاط والركوب للنادي الاهلي على الشوط اللي كانت في الشوط الثاني هو في الشوط الثالث. صلاح يضرب صاروخ يا ولد إيس إيس إيس، معلم كبير تقيل لعيب أحمد صلاح عبد الحي، احتراف في الدوري الروسي مع فريق دينامو يانتر 2010-2011-2013-2014، كان مع جالاتاسراي التركي 2012-2013 ابتداها في تركيا مع هالك بلانك أنقرة التركي في العاصمة الفريق العاصمي، ثم مع طلائع الجيش 2015-2017 جاب معاهم دوري وكأس أفريقيا ورجع للنادي الأهلي بيته علشان يجيب الالقاب كلها في السكه محليه في الاربع سنين اللي فاتت بما فيهم ان شاء الله لقب الكاس الرابع في نسخه هذا الموسم. وحش كبير تقيل يجيب ايس تاني على التوالي بفعاليه الارسال، عنده الحلول مع الارسال وده لما يروق ويفوق يطلع كرات من ذهب حقيقيه. نجم كبير في عالم الكره الطائره المصريه والعالميه احمد صلاح عبد الحي. 8-3 الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثالث من المباراه، وباذن الله الاخير الافضليه الاهلاويه على ارض الملعب. الاهلي اللي حقق لقب الدوري في نسخه هذا الموسم بمرحلتين، مرحله الدور التمهيدي واللي كان واجه فيها العديد من الفرق الحقيقه في الدور التمهيدي، التفوق كان على كل الفرق بما فيهم بمناسبة أنه جنبنا أحد النجوم بالنسبة للتدريب في نادي القناة، وبمناسبة نحن في الإسماعيلية الكابتن عماد سالم طبعا مدير قطاع الناشئين هناك، والحقيقة كان بيكلمني حتى عن الكرة الطائرة الأهلوية وأنها دايما هي السند للكرة الطائرة المصرية بشكل عام في كل أنديتها، وكان الأهلي رايح جاي كان تفوق على القناة في المرحلة التمهيدية في الدوري، لكن الفريق الوحيد اللي فقد من قدامه شوط النادي الأهلي كان القناة في مباراة العودة بالمناسبة، ثم بقى تفوق في مرحله التتويج حتى الوصول للقب بالدرع والذهب كان امام نادي الزمالك في الجوله 22 والاخيره. نقطه اهلاويه تاتش بلوك، في لمس
قرار من الحكم الثاني في هذه المره وائل انديلو اللي اشار به لمحمد منير حكم اللقاء الاول اللي كان قال الاول النقطه التحدويه ثم اتخذ القرار السليم ان النقطه تبقى اهلاويه. 9-4 وتعدلت لانه كان رايمون سيزيتو بيكلم حكم المباراه الرئيس كابتن محمد منير انه ما تعدلتش على الشاشه ومن ثم اتعدلت دلوقتي بقت 9-3 بدلا من 8-4 اكتر من الدبل سكور والافضليه اهلاويه على ارض الملعب. احمد صلاح ما زال على الارسال في ترتيب الدوران. هيلعب سبايك سيف صاروخ الكره بتحبه الشبكه لكن تتلم مره ثانيه ضرب دور رمضان في هذه المره لكن ما يتحكمش متاخر بجزء انه مع المربعات والداتا فولي بيبقى عارف ان هو واقف ازاي وامتى في طبعا في 6 ملاعب على ارض الملعب المراكز يعني لكن في داتا فولي في مربعات 9 مربعات وكل مربع فيه 4 مربعات وهكذا مش مرسومين على ارض الملعب لكن كل لاعب بوقفته عنده احساس الوقفه زي ما هو واقف في 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 الدوران دلوقتي مفيش لاعب بيتخطى الثاني اللي قدامه او اللي جنبه علشان ما يبقاش في رونج بوزيشن. كوره والضرب بفعاليه من صغير السن وكبير القيمه في التشكيله الاهلاويه كان امامنا هنا عبد الرحمن الحسيني. راح على الارسال الحسيني في هذه اللحظات. 10-4 ركب الجيم وما نزلش ومش هينزل الا لما يخلص وكالعاده لانه ما بيرحمش النادي الاهلي. سبال من السكند بول منصور او الفيومي هنا محاوله للضرب والكوره في لعبه والى خارج الملعب تعذيبه جديده اكيده من لاعبي النادي الاهلي. وحوش الاهلي يقصوا على الزعيم بلا انياب لانه الزعيم الحقيقي بالقميص الاحمر المهيب اللي موجود على ارض الملعب النادي الاهلي. تايم اوت في وقته من الكابتن احمد سمير لانه اكتر من كده يعني لاعبي الاتحاد هتفرط من بين ايديهم وهي كده كده فرطت يعني الموضوع خلص كلينيكيا قبل ان ينتهي فعليا تحت نظرات زي ما قلنا الكابتن محمد اللقاني مدير الفني لنادي الزمالك اللي واقف جنب الراجل بتاع الداتا فولي بتاع نادي الزمالك علشان يدرس الفرقتين واللي جاي له سواء في الفاينل او ثالث ورابع يلعب عليه ازاي وامتى وفين مع الشغل اللي هيعمله النهارده بالليل ما بعد مباراته اللي هتكون بعد هذه المباراه مش قبل السادسه مساء بتوقيت القاهره مباراه طلع على الجيش ونادي الزمالك والفائز منهما ان شاء الله يواجه النادي الاهلي في السادسه مساء او مش قبل السادسه مساء بتوقيت القاهره غدا باذن الله. وهنتابعها بالتاكيد مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. ايس موجود ايس موجود يا ولد شوف كلهم راحوا حيوه لانه صغير. لكن ايه يحير صغير لكن لعيب يحير على ارض الملعب. عبد الرحمن الحسيني لما يكون لعيب موجود وسط هؤلاء النجوم العالميين ويروحوا يشجعوه بعد كل ايس او ضرب فعال كلاعب اربعه في التشكيله الاهلاويه لا يكسب ثقه اكبر ومن ثم ثقل على ارض الملعب ومن ثم اساس صح لنادي الاهلي ويا جبل ما يهزك ريح. ضرب قطري ولكن ما تحكمش في هذه المره من رايمون سيزيتو من العالي لكن لا تلمس الخط الجانبي لملعب الاتحاد ولا البلوك الاتحادي ومن ثم النقطه الخامسه يظهر بها من جديد على ارض الملعب الاتحاد السكندري. 12-5 افضليه اهلاويه على ارض الملعب ونزول دلوقتي لمحمود شحاته محمود وخروج للعبه من تشكيله الاتحاد السكندري. محمد مصطفى كريم حسين على الارسال سيزيتو عبد الله سيزيتو اسقاط ترجع سهله ترجع سهله تتلم من عبد الله دوله اوت اوف سيستم لكن سيزيتو عنده الحل لانه رفعها حلوه قوي 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 دوله الدولي البطوله من اللمسه الثانيه رفعها باتقان وتقنع عاليه بره الشبكه متر واكتر مريحه مع ارتفاع موزون رايمون سيزيتو من العالي علشان يقدر يوجه الزاويه المتقنه ويختار الزاويه الانسب في ملعب الاتحاد ويخلص قضيه جديده في ملعب الاتحاد السكندري. 13-5 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. محمد عادل دوله على الارسال في هذه اللحظات. 27 عام 1 مايو تمهم 2 متر و11 محاوله اسقاط سيزيتو تحدي الشبكه صراع الكرات العاليه ما قدرهاش عبد الله وسعيد او صلاح كان متاخر اذا تسقط في ملعب النادي الاهلي والنقطه التحدويه النقطه السادسه على ارض الملعب. 13-6 خروج للفيومي في هذه اللحظات خالد ونزول للبصير الثاني في تشكيله الاتحاد السكندري محمود سعيد باشا على ارض الملعب وهيكون على الارسال ارسال وديفنس. هيوقف لوتر ما يتحكمش ما يتحكمش اذا نقطه هديه في صالح النادي الاهلي. الاهلي بسم الله ما شاء الله مش محتاج هدايا يعني هو كده كده
اخطاء الاتحاد مكلفاه على ارض الملعب، مكلفاه على ارض الملعب فضلا عن التفوق الطبيعي للنادي الاهلي. اس يا ولد عبد الله. عبد الله بالمناسبه قلت ان في 17 ارسال متتالي ب 17 صفر من النقاط، كان في 2018 في بطوله افريقيا للانديه كنت علقت عليها، وزميلنا محمد بكر المعلق بالتاكيد كان فكرني انه كانت امام نادي سبوير الكونغولي، سبوير الكونغولي فريق من الفرق المتواضعه واللي كان حط فيها 17 اسم متتالي عبد الله عبد السلام. المره دي في حاله الصد الى داخل الملعب او خارج الملعب النقطه التحدويه، حلاوه روح على ارض الملعب 15-7 الافضليه الاهلاويه في هذه المباراه. الشوط الثالث خروج عبد الله عبد السلام ونزول البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي في هذه اللحظات حسام يوسف عبد الله 33 عام 2 متر و3 سنتيمترات، 3 متر 45 في الهواء مع السبايك، 3 متر 35 مع البلوك مع طول الذراع والارتقاء الاعلى بالتاكيد من عناصر الخبره المؤثره كبصير. واول لمساته لكن ضرب محروف هذه المره من سيزيتو في السيستم، لكن كان قريها من بدري. بلوك نادي الاتحاد السكندري في ظهور هذه المره لاحمد ماهر عبد العزيز علشان ياخد اول بلوك يمكن موجود على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني والثالث، اول بلوك يجيبوه سنجل بلوك في هذه المره كان قريها صح ماهر. كوره اوت اوف سيستم هيحاول يسقطها تجاب باشا اعداد عبد الهادي محمود عبد العاطي، تعدي سهله شانس بول للنادي الاهلي في سيستم سريع المره دي تخلص اهلاويه بافضليه على ارض الملعب وظهور بفعاليه للنجم كرازيمير جورجييف هذا البلغاري. اذا النقطه رقم 16 الوصول الى السكند تكنيكال تايم اوت الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الثالث والاخير على فكره من هذه المباراه، لانه الاهلي ركب الجيم ومش هينزل الا لما يخلص 3 لا شيء ويستريح قبل مواجهه الغد باذن الله في النهائي الكبير ننتظرها قمه وان جاء الطلاع على الجيش الاهلي لها باذن الله. مع وصول للاعبي نادي الزمالك اللي اصبحوا دلوقتي موجودين خلف ملعب الاتحاد السكندري بيعملوا عمليات الاحماء والتسخين استعدادا لمباراه السادسه مساء، زي ما قلنا الكابتن محمد اللقاني كان موجود من بدري مع الراجل بتاع الداتا فولي علشان يعملوا السكاوتنج والشغل على الفريقين اللي جاي لهم سواء كسبوا في الفاينل او خسروا في الثالث والرابع، سواء الاهلي او الاتحاد يعني على الترتيب باذن الله. واللاعبين دلوقتي بقى هم يعملوا عمليات الاحماء والتسخين على ارض الملعب. الاهلي اللي تفوق على الشرقيه للدخان 3 لا شيء، الطيران 3 لا شيء، والترسانه 3 لا شيء. الترسانه ثلاث مباريات في هذا الموسم بالثلاثه وبالثلاثه من اشواط، والطيران برضو ثلاث مباريات في هذا الموسم مرحله التتويج بالثلاثه وبالثلاثه من اشواط في كل مباراه. وزيهم الاتحاد السكندري كسبوا في الدوري رايح في الشاطبي 3 لا شيء، وجاي في صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره 3 لا شيء، وكمان في الاسماعيليه يعني في الاهلي او في الاسكندريه او في ارض محايده الافضليه اهلاويه. ضرب محاوله من سيزيتو للحق وتضربه ما تحكمش ديفنس النادي الاهلي نقطه 9 في احداث الشوط الثالث من المباراه لنادي الاتحاد السكندري. زعيم الثغر حاله في هذا الموسم وبيتطور بشكل او باخر. سيزيتو يخرج وينزل عبد العال في هذه اللحظات. روتيشن بيتعمل على ارض الملعب من ميدو بيحاول يريح اللاعبين الاساسيين انتظارا لمباراه القمه، او في كل الاحوال هي قمه امام الزمالك او طلع على الجيش مباراه نهائي كاس مصر. وحش قوي الارسال من سنتر نادي الاتحاد في هذه المره الاخطاء السهله والساذجه احمد ماهر عبد العزيز ما يتحكمش. يخرج في تغيير الحره وينزل مكانه المتالق الحقيقه يعني الكينج اوف ذا ماتش بالنسبه للاعبي الاتحاد الراجل ابن الواحات عبد الهادي محمود عبد العاطي ليبرو الاتحاد السكندري من الخارجه هناك اكتشف على ايدي نجوم النادي الاهلي الاجيال اللي اكتشفت الكابتن فؤاد عبد السلام والكابتن احمد زكريا ثم موجود مع الاتحاد السكندري ولا يتحكم. ايس موجود تحتسب نقطه مباشره مع فعاليه الارسال كرازيمير جورجييف واستقبال الكره الاولى السلبي اللي يبوظ هجمه الاتحاد او بالاحرى ما فيش هجمه اصلا انبنت مع استقبال الكره الاولى ضعيف والنقطه اهلاويه 18-9 دبل سكور على ارض الملعب ركب الجيم وما نزلش خلص وما رحمش. الاهلي يلتهم من جديد التهم الاتحاد في الشاطبي وفي القاهره وفي الاسماعيليه ولو راحوا اسوان هيلتهم برضه. دول هيخرج وينزل النجم اللي قلنا في رفاهيه النتيجه هيبقى موجود على ارض الملعب بيحاول يتطور بشكل او باخر في البلوك تحديدا علشان ما يتلعبش على النادي الاهلي من السريع كتير. عبد الحليم عبو 32 عام 2 متر و10 سنتيمترات 3 متر 60 مع السبايك 3 متر.
45 مع البلوك. خطا موجود والنقطه اهلاويه على ارض الملعب. احمد صلاح عبد الحي الوحش الاهلاوي هيلعب الرساله سبايك وهيجرب طبعا هيجرب ويجرب وعادي يخطئ من حق الكبير يتدلع. تعدي رمضان يخرج في تغيير الحره ونزول لمومو محمد معوض. ارسال امامنا في هذه اللحظات محمود شحاته محمود هيلعب سبايك سيرف سبال رائع الحسيني اعداد حسام الضرب من الحسيني مع اللولبه لكن ينقذها عبد الهادي محمود عبد العاطي تتلموا مره ثانيه محاوله للضرب في حائط الصد الى خارج الملعب او داخل الملعب الافضليه في النقطه الاخيره التحدويه الحقيقه مع استخدام حائط الصد لصالحه كان في هذه المره محمود رفعت ادري. اذا 19 النادي الاهلي 12 الاتحاد السكندري قلنا ركب الجيم ومش هينزل الا لما يخلص بالثلاثه علشان يبقى جابهم دوري وكاس رايح جاي وحتى في الارض المحايده الافضليه اهلاويه على حساب الاتحاد السكندري. ما زال على الارسال شحاته محمود يضرب كوره جوه قيس موجود رغم ان احمد صلاح مع الدوران واقف من ورا علشان بعد الارسال يعرف يطير من الاوبوزيت ويتعدل الكره ويعرف يتعامل لكن مغطي على الخط بس خد منه وما تراجعش وراه حكم الخط في هذه الجهه رامي شاهين طبعا الى جوار هيثم المراكبي في جهه ملعب النادي الاهلي. قيس موجود على ارض الملعب كوره ضرب ولا اجمل اشتغل وشغل هجوم النادي الاهلي الوحش اللي يطير وكالعاده يسهل حاجات كتير هجوميا الضريب اللعيب العالمي في تشكيله النادي الاهلي احمد صلاح عبد الحي. استقبال كره اولى مميز اذا ريح البصير حسام يوسف عبد الله علشان تبقى كره في السيستم المثالي سيستم يعني عنده رفاهيه اللعب السريع في البدايه ثم ما بعد ذلك نتحدث بقى عن انه وزع فين وازاي وامتى وليه واللي خلص مين. الحسيني عبد الرحمن رسالة استقبال كرة أولى شحاتة أعداد ومحاولة هنا للضرب القطري بلا تحكم بالمرة الدولي في تشكيلة الاتحاد لكن مش على المستوى الكبير اللي كان عليه في 2019 اللي خلى خديو فيرميولين المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني الأول إنه يضمه في تشكيلة منتخبنا الوطني كلاعب أربعة في كأس العالم اليابان 2019. محمود منصور ما يتحكمش ولد حلو حلو لكن استقبال أحلى من عبد الهادي محمود عبد العاطي كورة محمود منصور نقطة تانية هدية في الجعبة الأهلوية بأخطاء سهلة وساذجة من الضريب اللي المفروض يكون لعيب كلاعب أربعة في التشكيلة الأهلوية لكن ما يتحكمش نقطة تانية على التوالي. محمود منصور إسماعيل تايم أوت حلاوة روح يعني محاولة كده بس علشان يحسن الصورة الكابتن أحمد سمير اللي عمل مجهود كبير في هذا الموسم وفي المواسم الأربعة رابع موسم ليه على رأس القيادة الفنية بالمناسبة لنادي الاتحاد السكندري وبدايته التدريبية كانت في عام 2006 وكان لاعب من اللاعبين السناتر اللي موجودين في تشكيلة الاتحاد وطلع الجيش سبورتنج حتى الوصول للقيادة التدريبية في أصحاب الجهاد ثم مع ذلك الاتحاد السكندري. رسالة في هذه اللحظات صغير السن وكبير القيمة في التشكيلة الأهلاوية عبد الرحمن الحسيني يلعب سبايك سيرف بجراءة سبال أمامنا محاولة حائط الصد ولا أجمل النقطة أهلاوية مسمار لكن هنشوف أمامنا هنا حكم المباراة هل فيها لمس؟ ما فيهاش لمس؟ أخذ قرار سيادي ولا رجعت فيه؟ قال لك النقطة التحدوية قال لك البلوك الكرة ما لمستش لا في إيد اللاعب وهي خارجة ولا السايد لاين أو الخط الجانبي لملعب الاتحاد السكندري. سيبال أمامنا سريع ولا أجمل يظهر ويبان عليه الامان في اولى نقاطه على ارض الملعب بعد نزوله بدلا من دولا عبد الحليم عبو. القصه الراجل ده مع الكابتن ابراهيم فخر الدين اللي هو المدير الفني اللي طلع على الجيش اللي هيظهر النهارده امام نادي الزمالك. برضه قصه اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه كابتن ابراهيم فخر الدين كمدير فني طلع على الجيش وقصه مع النادي الاهلي كاداره فنيه وكلاعب بالتاكيد. الراجل ده اكتشف عبو وجابه من شرم الشيخ كان بيمرنه على الحيطه علشان يطوره ونقول لكم على قصة عبو لكن هنا بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول مسمار يقوده ثنائي أهلاوي مرعب علشان يخلص بلوك فعالية ونقطة بإيجابية 24-14 بفرق العشر نقاط الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب ونقطة الشوط والمباراة بين أيدي لاعبي نادي الأهلي يد الأهلي تضرب وبقسوة أمام زعيم الثغر ما تحكمش اللي لسه كنا بنتكلم عنه عبو 2 متر و10 سنتيمترات 2 متر و11 سنتيمتر هو الاطول فيما بين لاعبي الكره الطائره المصريه مع دوله في الدوري الممتاز اتحدث في لاعبين طالعين من تحت حلوين عمالقه
جايين للنادي الاهلي ولا غير النادي الاهلي، المهم منتخباتنا الوطنيه وطبعا النادي الاهلي كوره، لانه النادي الاهلي دايما هو المدعم الاول للمنتخبات الوطنيه. اسقاطه سهله، كوره المباراه، هو الحل، الوحش يضرب ويستخدم حائط الصد لصالحه واحمد صلاح عبد الحي، الجوهره حبه الكريز، ينهي الشوط اذا 25-15 شوط ثالث، بعد شوط اول 25-21 وشوط ثاني 25-14 شوط ثالث 25-15، افضليه الاهلاويه، والاهلي يلتهم وبقسوه وبدون رحمه زعيم الثغره الاتحاد السكندري دون ان يظهر باي انياب. الاهلي يتفوق 3-2 ويحجز مقعده في مباراه نهائي الغد باذن الله، اما امام الزمالك او امام طلاء الجيش، ايا منهما الاهلي قادم وبقوه للقب وكاس الذهب. ختام المباراه، شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي، نلتقي باذن الله في مباراه قادمه على خير بعد الفاصل مع الكابتن هيثم سعيد، الكابتن احمد زكريا، والكابتن ممدوح اسماعيل.